كنت هادي، جينا لواحد المنطقة بعيدة بشي 150 كيلومتر سميتها السبنجة والمعشوقية. السبنجة هي بحيرة، قالك سابع أكبر بحيرة في تركيا. المعشوقية منطقة حنا الغابة سميتها المعشوقية، غنديرو دويرة أوصال. سلام، ثانك يو. السبنجة والمعشوقية. السبنجة والمعشوق. سكاي. الصور بتكون بهذا الشكل يا جماعة، بهذا الشكل بتكون صور نساء، وصور الشباب رح تكون أيضا بهذا الشكل. إذا بتحبوا تصوروا مع الأسلحة، في جميع أنواع الأسلحة من الار بي جي المتنازل، وفي أيضا مناظر طبيعية مثل هذا الشكل مطلة على البحر. شكرا. المنظر هذا فكرني بالجبال ديال تطوان في الشمال، تكون حداهم ذوك البراجات وذاك الشيء، بحال حدا تطوان حدا الشفشاف. هاد البريد هذا واخا شهر ربعة باقي عندهم البرد. السبنجة والمعشوقية. على الطريقة العربية ولا الطريقة التركية؟ الطريقة التركية. تكرم عينك، ابشر. انت بتتكلم عربي كويس. ايوه. انت تركي ولا سوري؟ لاذقية. منين؟ لاذقية. لاذقية، سوريا. ايوه، يا اهلا وسهلا. مرحبا بالسوري. ربي يخليك. حزر فزر، احنا منين؟ جزائري. اما مغرب؟ مغرب. احلى ناس والله، راسي. لهجتكم قريبة شوي يعني، لا تخافوا. من كازابلانكا. تعرف كازابلانكا؟ للأسف. شوية. للأسف. هي المدينة الكبيرة في المغرب. بجوز.
ما عندي علم فيها. احنا نعرف كل المدن السورية والله. حقك يا خجلتي وحلا. يا خجلتي منك والله. والله خجلان منك. لا ما في ما في. بعرف مدينة وحدة هي صايرة هيك بسلسلة جبال. الطرق فيها صايرة مثل جسور بين جبل وجبل. حسب علمي هذيك بالمغرب بس ما بعرف اسمها كمان نسيت. شفشاوي بجوز كان في جاينا ضيف لهون. ايوه كان بيحكي لنا على المناطق. بتشبه المناطق تبع هون. ايوه فعلا مناطق جبلية بين بيناتهم جسور. يا بالجزائر يا بالمغرب ماني متأكد كمان. ما اكذب عليك طبيعي بين المغرب والجزائر متشابهة تماما. عندنا جبال وما عندهم جبال. بجوز و... شلون شفتوا لنا الجو؟ حلو. شلون شفتوا لنا الجو؟ الجو حلو. يا اهلا وسهلا والله منورين. هاي القهوة قربت تصير. هاي اخذ الرغوة. هذه موجودة فقط هنا في تركيا. هذا تحضير القهوة على الرمل. لا يمكن تلاقيها بكل مطرح لكن هاي القهوة اللي هلا عم بسوي لك اياها ما بتلاقيها بغير مطرح. ايوه ليش؟ لان انا اسوي لك اياها. الف صحة وهنا. شكرا. اهلا وسهلا. بارك الله فيك. واحلى قهوة تركية خالية من الغش بتطول الرمش. هذا اخونا من اللاذقية. على راسي والله منورين. شكرا. شاشه العظام والفاصل والمنطقه. ايوه قرعه طيب منشوف. خذ خذ تفضل. هالشاشه طبعا بدك كيلو عسل مع شهاده من السكر شهاده فحص مكتوب. هلا صار عندك الورد 700 الصنوبر 1000 الزهور 1000 الكستر 1500 هذا 1000 جرب الاخير. هذا للتحلي فقط محل طعام طبيعي للفطور الصباحي. السكر اليوم شكرا. يلا العسل انا كله بيتغلف تغليف سفري بعلب خاصه لاقوله ضد الكسل. العسل معروف خاصه الاسعار مثل ما قلت لك 700 ريال الصنوبر 1000 الزهور 1000 هذا حبوب اللقاح شتي زوين حتى في المغرب كاين زوين هذا الشيء. هو دوك كنا تنضرب هو الجبحة. جبحة زوينة تفطر بس ليش بدك شيء for each day. ولكم كم هذا 1000 ليرة. 1000 ليرة؟ هذا علاجي عضوي. علاج عضوي؟ كثير منيح. في عندك هيك 750. ليش اجيب 700 وهذه ب 1000؟ هي ب 750، هذيك عادية، هي عضوية. عرفت كيف؟ هي بتجي علاجية أفضل يعني.
حتى الطعم فيه بعض الأعشاب. هو الشمع. هذا الشمع في منهم بيبلعوا في منهم بيكبوا. احنا قلنا هو بدواء لهشاشة العظام. وبينفع لما اكون صار لك لمناعة الجسم كثير منيح، اعطيك هاي اكبر. قطعة اكبر. اوكي. وهي مع عسل. مع عسل. حلو. الله يرضى عليك. حبيبي. ماشي. دواء يكون عسل من هون. مو بإيدك، بإيدي، لأنه في عسل. في عسل. طبعاً تغليف الطيران ما تأكلوها بما أنه أخذنا على المغرب. هذا جبح، جبحة ديال العسل زوينة تعطالك بحال العشوب، واحد الدواء زوين. احنا جينا دابا قبيله فين كنا صبانجا، دابا جينا الغابه سميتها معشوقيه. صبانجا ومعشوقيه دايرين فيها دي زاكتيفيتي بحال هاد ليكواد، بحال هادوك زيبلاين، دايرين فيها بزاف دي زاكتيفيتي. عفاريت خادمين التوريزم. شحال عندهم ديال هادو؟ فكروني بمناطق العدلف بني ملال وفي أزيلال، صراحة نفس هذاك الأطلس المتوسط. غير هادو تيخدمو شوية على الانفراستركتور، تيستافدو من هاد المناظر، تيديرو دي بلاتفورم تيخدمو عليها. صراحة هادي منطقة بدرجة بيغلا بحال أزيلال تماما. وهاد البحيرة تطل عليها من الفوق يجيب لك الله بحال في الويدان في بني ملال. هلا بحال عبدي ما ما بجوب جو صبر خمسة ولا فضل حل زين الله كبير يا مالك ولا بعثها كهلا ليك. واش بحال دا
هضرنا شويه المغرب تنحاولوا نكومباريو بين الدول. راه هذاك البحيره ديال سابانجا قالوا لينا سابع اكبر بحيره في تركيا، قلت تبان بحال بالويدان تماما والجبال وجه. هذاك الشيء علاش الواحد في المغرب تخدم شويه على انفراستركتور داك البنى التحتيه وداك الشيء، تقدر تجيب السياح اكثر تستغل هذاك المناظر اللي عندك. حاطين هاد بحال السلاح ديال بصح نيت. اسمحوا لي درت القب كزيت سميم مو كشي ديال افران. البحيره السبنجرات تبان نجي نوريكم واحد التويشيه. يلا انتبهت لها واحد الدار ومشى قلبين لها راسها لا فهمت والو انا ديك الدار علاش قلبوها، واش انت الا دخلتي لديك الدار تعيش فيها وهي مقلوبه. الدار مقلوبة. ايماجين راسك تعيش تما كاين كلشي مقلوب. عندك باتري يا اخوان
Hadi yürüyelim. Rahatsız da abi. Midesi bozuktu. Takviye ediyoruz pazarında lan, böyle bir şey olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. O hiç olmaz. Visa. Makine. تصور معاك حياك الله خالص. هذا صديقنا من معشوقية اعطانا لذوق القهوة التركية. حياك الله. انت من تركيا؟ لا سوريا. انت من سوريا؟ سوريا نعم. شرفي. الله يسلمك. والمذاق ديال هذه القهوة واعر بزاف وفيه ريحة الفستق. نعم. ريحة البيستا البندق هذا وبيحضرها بالكاميرا بالطريقة على الرمل طبعا. بيحضرها على الرمل سخنها بطريقة تركية. هادو منتوجات القهوة لكن فريمون قهوة واحد طعم واحد آخر مختلف. ماذا شنو يوستر سنة بك؟ شنو يوستر بباراتك اللي يوستر بك؟ بندو تشوك اندرمي فرمو بهارات هادو مكينة مكينة هادي بهارات 400 ديسكونت 200 أصلك 200 ليرة يعني. هذه 200 حاضر. عثماني قهوة بغى يبيع لنا كل شيء هذا. خدينا عدو القهوة الله يجعل البركة. يبقى عليك شري 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 شري. يلا مشينا. هذه بطاطا تركية. تدير معها الفرماج تتكون مسلوقه تتخلطها باتر اند تشيز ميكس يس تشيز ميكست يا تجي بنينه هذه بحال بوكا بطاطا كاينه في المعارف جزر لبني ترشي يا لا اوكي ليس نو نو زيتون ترشي نو نو شمندر يا باربا نو سوس نو سوس ديس ديس نو يا ديس سبايسي نو No spice. Okay, okay. It's enough, just no more. Ketchup, mayonnaise? Ketchup? Okay. Pepsi.
واحد اكاست يبغي يركب شويه العوداني ديال الغاده. شعير عدو شوف يلا تدي لي على عوينات وبشي شوف شوف واش صحيبي كي داير يا خير الشادة السلف عدو السويل فات ودير لي ماش الفركس اش بغي ياكل